رقم ثلاثة عندنا شائعات، مجموعة بقى من الشائعات لوفاة أكتر من طالب خلال أول يومين ثلاثة من الدراسة، وكتير جدا للأسف من الصحف والمواقع والمنتديات والصفحات المجهولة، واتساب جروب والواتس والمامي جروبز والناس دي كلها نقلت خبر انتحار أكتر من طالب وجابت لهم صور وعلامات كتيرة جدا. خلينا نشوف رد فعل هو شخصيا بقى لما قرأ وسمع، يدعوا له بالرحمة. يعني احنا معانا واحد منهم، عبد اللطيف الشناوي. عبد اللطيف الشناوي، ازيك؟ اخبارك عبد اللطيف؟ معانا؟ سمعنا؟ ايوه معاك. يعني البقاء لله استاذ عبد اللطيف. حدك البقاء يا استاذ. الحمد لله على سلامتك للحياة. كويس ان انت اللي كتبت وقلت يا جماعة انا ما متش ولا حاجة. الخبر وصل لك ازاي؟ ايه؟ وصل لك الخبر ازاي؟ عرفت ازاي؟ ازاي؟ هو الخبر دوت نزل يوم امتحان العربي بتاع شعبة علمي. ايوه. وانا اصلا انا ادبي، ده ما كانش يوم امتحان، انا كنت نايم عادي. بصحى من النوم بقلب في البوست بتاعت الفيسبوك، لقيت خبر وفاة طالب ثانوية عامة بعد امتحان العربي. دخلت على طول دارك على الكومنتز بكتب الله يرحمه. ببص على الصورة طلعت دي صورتي انا. اللي هو اتصدمت يعني عزيت في نفسك يعني. عزيت في نفسي بعد الشر عليك. بعدين عملت ايه؟ انا ابتديت بقى اكلم صاحب البوست دوت، اقول له الخبر دوت غلط. لسه بقلب في البوست الثانيه، لقيت الموضوع انتشر على جروبات كتير وصفحات كتير، واصحابي ابتدوا يتصلوا بيا. قعدت اقول لهم بقى كلموا اصحاب الكلام دوت، الخبر دوت غير حقيقي. الموضوع فضل يزيد وانا يعني ما لقيتش حل. كاتب بوست كبير بنسى فيه الخبر دوت، لغايه ما الاستاذ طارق شوقي عمل شير البوست بتاعي، قلنا الموضوع هدي. طيب قدرت توصل لسبب الشائعه؟ يعني هل في حد مثلا بيرخم عليك؟ ليه اختار صورتك انت تحديدا؟ لا، هو سبب الشائعه دوت انا اكيد حد ما اعرفوش، يعني حتى كل البوست اللي انا بشوفها ما كانش حد من اصحابي هو اللي منزلها. ويعني ممكن السبب ان انا في الجروب اللي نزل فيه البوست دوت قبلها بيوم كنت انا منزل بوست بسال فيه عن الامتحان. ثاني يوم على طول جه حد خد صورتي ونزلها. حد انا ماليش علاقه بيه. طيب الانعكاس اللي حصل بالنسبه لاهلك ايه؟ انتوا اكيد اتفزعت العيله وناس كتير جولكوا. ايوه، يعني الفكره ان هو يعني بابايا ومامتي قيلة عليا جدا، خاصه والدتي. يعني هي عارفه ان انا موجود كل حاجه، بس يعني هي افكار سلبيه دخلت دماغها واتخضت عليا قوي. أيوة. انا قدامها بس اتخض، الخضه كانت وحشه. يعني ايه مثلا افكار سلبيه على اساس مثلا الامتحانات اللي جايه؟ كان ثاني يوم كان امتحان عربي، قال انا ممكن اعمل كده في يوم من الايام، فكان موضوع رخم. وابتدوا عيلتي يتصلوا بيا كلهم، لحد النهارده عيلتي بتتصل بيا تطمن على الموضوع ده. طب ما فكرتوش عبد اللطيف تقدموا بلاغه؟ لا بصراحه، بس ده مش امر بسيط. امتحانات ماشي، بس انا اتمنى حتى بعد الامتحانات، وان كان يعني يفضل انت في حتى والدك يقوم بده. والله الوزاره نفسها يجب ان تتقدم ببلاغ. ده مش مجرد واحد بينقل، ده واحد شائعه ليها علاقه بوفاه، ده مش مجرد هزار او استظراف. ايوه، والداخليه عندها اداره قويه في القصه دي، تقدر تعرف مين اصل الشائعه دي. عملت ايه في الامتحان امبارح يا عبد اللطيف؟ امتحان العربي؟ دخلت حليت، بس هو الامتحان كان طويل والوقت كان رخم شويه، والاسئله كانت محتاجه تفكير كتير، تفكير اكتر من حتى اللي عندنا في المنهج. يعني مثلا الاسئله كانت قراءه متحرره مالهاش علاقه بالمنهج قوي، فالموضوع كان محتاج تفكير كتير. ايوه، كان كام سؤال؟ 100؟ الامتحان العربي ده 60 سؤال. جاوبت منهم كام؟ جاوبت منهم 60 الحمد لله. كمان ده انت شاطر. ضحيح. ربنا يحفظك. كان عندك سؤال للقطعه؟ كان في قطعه ليها علاقه بالتنمر ولا ده ما كانش موجود؟ كان في سؤال ليه علاقه بالتنمر؟ علاقه بالتنمر؟ لا ما اعتقدش ان في. لا ما قابلنيش السؤال ده. هو كان في اسئله على النت بس تبقى اسئله غير حقيقيه. نماذج مختلفه. نماذج مختلفه الامتحان. عبد اللطيف، سعد جدا ان احنا سمعنا صوتك، وربنا يحميك ويبعد عنك اي شر، وسعد ان انت وضحت الامر وانك كتبت البوست ده، لان بناء عليه كمان وزير التربيه والتعليم عمل شير للبوست وعمل كتابة عنوان عريض المنتحرون يعودون إلى الحياة، وقال إن كفاية كده بقى شائعات، يعني من سؤال الحليب لحد إن فلان انتحر من صعوبة الامتحان. ربنا يحمي ولادنا كلهم ونبطل شائعات في مصر. كفاية ضغط على الأعصاب. دكتور طارق شوقي كاتب المنتحرون يعودون إلى الحياة، انتشرت بوستات على السوشيال ميديا تؤكد انتحار هؤلاء الشباب العاجزين عن إجابة امتحان العربي دون أن يشير أي بوست عن اسم أي منهم أو مدرسته أو حتى المدينة التي يقيم فيها.
ثم فوجئ الجميع بخروج بعضهم للتعليقات الساخرة على البوستات اللي تؤكد انتحارهم، والمؤسف أن يتسابق بعض الصحفيين للتعليق وكأنها حقيقة، ويساهمون في خلق رأي عام بصعوبة الامتحانات تماما، مثل المثال السابق عن ما جمع حليب وما جمع أخطبوط. يعني بأمانة سيادة الوزير عندك حق، في بعض الزملاء الصحفيين بيعملوا كده، لكن أنا برضو عايز أتمنى على وزير التعليم إن أصل فكرة التوعية كمان من النشأ، ليه ما يكونش في مواد ليها علاقة بالتربية الرقمية، إن الناس تتعامل مع المحتوى ده بدقة، تعمل عملية شك، تحقق من الوقائع، تفهم إن المحتوى اللي على السوشيال ميديا ده ممكن يكون محتوى مضروب أو فيك، ويعرف إزاي الفيك من الأصلي، الصورة المضروبة مصدرها إيه، و و و كل الكلام ده كله بأمانة ده مش دور الإعلام لوحده، ده كمان ده دور التعليم، لأننا عايزين الأجيال الجاية هتتعامل مع أطنان من المعلومات وكتير جدا منها مفبركة، لازم تكون جاهزة، لازم عندها عقلية نقدية تبقى قادرة تفهم. طيب الخبر اللي بعده هو خبر للأسف حزين، وفاة كريم صبري، وهو يعني مطرب كان لسه في بداياته، أخو المطرب ملحن أخو المطرب رامي صبري. الخبر كان حزين جدا، وكتير جدا من الفنانين والمطربين قاموا بالتعزية، حتى كمان نحن نتكلم على رامي نشر النعي على صفحته والخبر، حتى عمرو دياب كمان نشر، عمرو دياب كان في خلاف كده قديم ما بينهم، ما بين رامي صبري وعمرو دياب، لكن اعتقد تجاوز تجاوز الامر، وكمان نقيب الموسيقيين ونقيب الفنانين كمان وانغام كتير جدا اهل الفن تفاعلوا يوم ما كانش سعيد عليهم، وربنا يصبر والدة كرام كمان كريم، يعني مش عايز بس كان يرحمه ويصبر قلبها، يوم صعب ربنا يصبره. عندنا خبر تاني ليه علاقة بمؤتمر في جامعة القاهرة في إعلام القاهرة، كان ليه علاقة بالإعلام الرقمي والإعلام التقليدي، ده على المنصة اهو معاك الدكتورة هويدا مصطفى، دكتورة هويدا مصطفى ودكتورة طبعا ليلى عبد المجيد طبعا، وده علاء لطيف زمان، مش باينة الدكتورة ليلى في الصورة في صورة تانية. هو كان الفكرة ان هو في نهاية ختام المؤتمر الدكتور محمد الباز ودكتورة هويدة، كان في ختام المؤتمر كان مقترح لمسودة وثيقة ليها علاقة بالإعلام الرقمي، وثيقة ميثاق شرف كويس قايم على فكرة ايه؟ مين فكرة اللي بيشارك فيها بوضع الميثاق ده؟ احنا بنتكلم على تقريبا كل الصحف والمواقع، بنتكلم على دكتور محمد الباز ممثل عن الدستور، واكرم القصاص ممثل عن اليوم السابع، استاذ اكرم القصاص، واستاذ ايمن عبد المجيد، روزا اليوسف، وعندنا استاذ محمد الرحمن اعلام دوت اورج، علاء الغطريفي ممثل عن المصراوي، بنتكلم على هاني الاعلام الخاص اكتر، خالد ايه؟ مهتمين بالاعلام الخاص اكتر؟ لا ليه؟ كان في صحف قومية، كان في معانا من الاهرام، وكان في اعتقد كمان روزا اليوسف صحف قومية لا كتير، لا المبادرة ما كانش ليه علاقة بصحف خاصة او قومية، ليه علاقة بالصحافة الرقمية، ازاي الصحافة الرقمية تجمع ما بين المعايير المهنية اللي احنا تعلمناها كلنا في الصحافة التقليدية مع التحديات اللي علاقة بالسرعة والمنصات التواصل والنشر والتحقق والتوثيق، ازاي نجمع ما بين نعمل التزاوج ده، وده شيء عظيم. بس طلعتوا الميثاق المسودة، طلعت المسودة حطوا عليها مجموعة من نتمنى الزملة. انها توصل لنا جميعا يعني ان شاء الله، لا هيبقى في كذا كذا ورش، لانها لازم اليات تنفيذها تدريب ويتحط في الستايل بوك او في الورك فلو كمان لكل المؤسسات.